في صعيد مصر، لازلنا في المنيا هذه المرة، حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري إقبالا كبيرا على تحرير توكيلات لمرشح الرئاسة المحتملين. من جهتها قالت مدير مكتب الشهر العقاري بالمحافظة إنه يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات وبشكل فوري عن الأعداد التي قامت بتحرير التوكيلات. وأوضحت مدير المكتب أنه لا توجد أي عقبات أمام تأدية العمل، وأنها لم تتلقى أي شكاوى من قبل المواطنين.